هي العادة في برنامج المرأة والرياضة نستضيف نواعم كان للرياضة أثر كبير في حياتهن ويوجهنا الرسالة من خلال المرأة والرياضة، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة هذا الأسبوع. نتعرف على عفاف القرني وقصة عشقها للفن النبيل. في لتس دو إت هذا الأسبوع نجرب رياضة الملاكمة. ضيفتنا في حلقة هذا الأسبوع واجهت الكثير من المشاكل والصعوبات والظروف التي لم تستسلم لها ولم تترك لها أي أثر في حياتها، بل بالعكس تحدتها وجعلت من الرياضة والملاكمة سبيلاً لمحاربة هذه الظروف. عفاف القرني ضيفتنا في حلقة هذا الأسبوع، أهلا وسهلا فيك معنا عفاف. أهلاً يا هلا ومرحبا. عفاف، خلينا نحكي لبداياتك يلي جعلتك تتجهي لرياضة الملاكمة. بداياتي كانت من سنتين، بديتها وأنا كانت عندي ظروف، مريت على ظروف فغيرت حياتي كامل الرياضة هذه، فأعطتني طاقة إيجابية، خلتني متفائلة بالحياة أكثر، واكتشفت نفسي فيها وعرفت من عفاف في هذه الرياضة. طب عفاف، لما بتقولي إنه أنتي غيرت من شخصيتك رياضة الملاكمة، شو تحديداً يلي لمس شخصيتك برياضة الملاكمة لحتى قدر يغير هالتغيير الجذري في حياتك ويخلصك من المشاكل والصعوبات اللي كنتي مارقة فيها؟ أول شيء، هو الشيء الوحيد اللي أول شيء أشكر برب العالمين، يعني إن اللي غيره في حياتي هذه الرياضة، ما كانت عندي ثقة في النفس وزرع فيني الثقة وخلاني قوية. كيف غيرت؟ يعني كيف بتقولي إنه زرع فيني ثقة؟ لما أنت بتلاكمي أو بتضربي بتحسي حالك أقوى؟ أيوة، أحس نفسي أقوى وأحس نفسي إني ميزني بأشياء كثيرة، تركيزي قوى، صار عندي بصيرة الحمد لله، يعني صرت أركز بأشياء كثيرة، أحس في أشياء عقلي كان مسكر وايد من كثر ما أمارس هذه الرياضة. وهذا العنف اللي أنت تقوليها، هي ما عنف، هي استمتاع، لعبة، يعني فتح عقلي أشياء كثيرة يعني إيجابية جدا، فصرت أشوف الدنيا It's beautiful يعني. بس هذا العنف ربما بيخلينا نقوى ونكون نحس حالنا أقوى على مواجهة الآخرين ونقدر ندافع عن نفسنا، فمن هون يمكن إجتك الثقة بالنفس. أي نعم، وصرت أعرف أخذ قرارات صحيحة، حتى يعني تغيرت تصرفاتي، تغيرت حياتي، تغير سلوك حياتي، تغير سلوك الطعام، الأكل، الأصدقاء. كيف يعني بتقولي غير الأصدقاء؟ تغيرت علاقاتك مع الأصدقاء تغيرت؟ أي نعم، علاقاتي مع الأصدقاء تغيرت، صرت أعرف أختار، صرت أعرف أختار من أصحابي. يعني قبل ما كنت أعرف أختار، ما كانت عندي شخصيتي كانت سهلة يعني للتعامل. بعد الملاكمة حسيت نفسي، صرت تحسي العالم صارت تخاف منك؟ لا بالعكس، العالم صارت ما تخاف مني، بس في علامة استفهام. يعني ما أقول أن ألعب ملاكمة، في استفهام، كيف تلعبين ملاكمة وأنت بنت؟ بس خوف ما حد يلعب. زرعت الفضول فيهم. أيوة، كيف أنت بنية تلعبين ملاكمة؟ شلون يتج؟ شلون جتك الفكرة؟ وين جتك الفكرة؟ من زرع فيك الفكرة؟ طبعا عفاف، خلينا نجاوب على أسئلة العالم وفضولهم، منين اجتك الفكرة وليش اتجهتي للملاكمة؟ وأنا صغيرة كنت أتابع التلفزيون، فالبطل محمد علي كلاي الأسطورة، يعني هو الأسطورة، يعني زرع فيني هذا الشيء، حبيت الرياضة هذه عن طريق محمد علي كلاي. وبرنس نسيم هو آخر رمز كان للعرب، حبيته بعد أداءه وفنه وعنده إبداع في الملعب يعني، فحسيت نفسي أني أقدر أسوي، ما يمنع، ما في فرق بين المرأة والرجل، بس حسيت نفسي اني انا اقدر اسوي هذه الرياضه. بس البنات بزماننا وحتى من ايام زمان كان دائما بيكونوا محطوطين بقوقعه، خلينا نقول، او بعالم من العاب البنات، حتى رياضات الاكثر انوثه، الباليه، الجمباز. فانت كنت تحسي شخصيتك شوي مختلفه عن باقي البنات، انه انت كنت تحبي الملاكمه، او كان حد في ممكن يزعجك بهذا الموضوع؟ اخواني، يعني كان عندي كل اخوان صبيان، فكل ما كنا نشغل التلفزيون احنا صغار، يا الملاكمة يا كرة قدم يا السلة. فأنا كنت دائما، أبويا يعني الله يذكره بالخير، كان يمنعني دائما ألعب برا مع أخواني، يعني يقول كوني إن أنا بنت ما يصير، وهم أخواني بنت وحيدة حتى. أنا أيوة، كنت يعني في رفض في الموضوع كان. فأنا حبيت هذه الرياضة عشان أكون، حسيت نفسي يمكن أكون ولد، يعني إذا لعبت هذه اللعبة
عقليتي هذيك الايام. اذا انا اذا لعبت هذه اللعبه يمكن ابوي يخليني اطلع برا، بتشوفني إيه انا قويه اقدر اضرب، ما بيخاف علي برا. كانت عقليه يعني صغيره في الطفوله بحاجه، يمكن لانه انت كان ابوك ينظر لك بنفس النظره اللي كان ينظر لاخواتك الشباب. اي يعني لا انت بنيه ما تطلعين، انت بنيه ما تطلعين برا مع اخوانك. فكانت عندي غيره، ليش هم يطلعون وانا ما اطلع؟ ايش اللي يمنع؟ لا انت بنت. ابوك اليوم عنده هذا الرفض؟ لا بالعكس، ابوي اول واحد شجعني. كيف صار هذا التحول؟ الحياة تغيرت، الظروف تغيرت، شاف المرأة تغيرت في كل صفايا. يعني ما أعرف كيف أقول لك هذا الشيء، بس الدنيا تغيرت، ما هي الدنيا اللي نفس قبل. يعني الحرمة لها في كل مكان، في كل مجال، لها في الطيران، لها في الطب، لها في الهندسة، لها في الرياضة. فما يمنع أن تلعب رياضات قتالية، وأيضا يلعبون في الرياضة القتالية، يلعبون تيكواندو، يلعبون جوجوتسو، الكاراتيه. الشيء الوحيد اللي مش موجود في الرياضات القتاليه هو الملاكمه. طب كان ابوك بيوم من الايام بفضل انك تكوني موجوده بغير مجال او بغير رياضه؟ لا، ابويا كون انه هو دكتور اسنان فعنده المنتاليتي يعني دو وات ايفر يو وانت. انت مرتاحه في هذا الشيء؟ تحسين نفسك في هذا الشيء؟ اي انا احب هذا الشيء وانا احب هذا الشيء. الله يوفقك. ما رفض، وأمي بعد نفس الشيء ما رفضت الحمد لله، يعني لقيت دعم من عندهم. اليوم كيف بتحاولي تحافظي على جسمك وعلى وجهك لما بتدربي أو بتلعبي رياضة الملاكمة؟ الرياضات أساساً بشكل عام، كل رياضات الرياضات القتالية فيها بروتكت. عندنا الجلافز، عندنا الغلافات مالت الأسنان، عندنا الواقي. فما بقوة، يعني ما هي بقوة الرجل، هي اللي أنا ألعب مع بنت ما تكون هي قوة الرجل، قوتها 50 وأنا قوتي 50. فمهما جت تبى تضرب ردة خفيفة بتجيني، وهي بتجيها ردة خفيفة. يعني ما في هو اللي نحن نشوفه في الأفلام دم وضرب وتبريح وتكسر. لا ما توصل، ما توصل. نحن بنات مهما كان، نحن حريم، نحن مرأة، يعني ما توصل القوة قوة الرجل. لكمتي رجل؟ أيوة نعم، تمرنت مع شباب، تمرنت معهم وخذيت قوة منهم، خذيت القوة منهم. ومدربي كانوا بيتعاملوا معك على أنك بنت وبيحاولوا يكونوا أقل أيوة معك؟ وكان يستفزني هذا الشيء، كان هذا استفزاز. أنا كان يستفزني أن كيف يتعاملوا معي، يشوفون أن أنا بنية عادي، يعني ما يضرب، يأخذها كالسخرية. فهذا الشيء كان عندي استفزاز أن كيف يعني يشوفني بهذه النظرة. الحمد لله قدرت، يعني تمرنت لما هم أبصموا أني أنا فعلا ملاكمة، خذيت التوقيع من عندهم. جربتي نفسك بغير رياضات؟ تايكواندو أو الجودو اللي حكيت عنهم اللي هي ما لقيتي ميولة لهم، ليش جربتيهم؟ جربتهم يعني بس ما لقيت ميولة فيها، ما حسيت أن شخصية عفاف موجودة في التايكواندو. أنا احترامي لكل الرياضات القتالية أحترمهم، بس يعني شخصيتي أنا ما تميل للرياضة التايكواندو، شخصيتي أنا ما تميل للجوجوتسو والكاراتيه. طيب عفاف، بدي أسألك على الصعيد الشخصي بعيداً عن الرياضة، بتدرسي، بتشتغلي، كيف بتمارسي حياتك اليومية؟ حياتي اليومية مارسة عادي، اشتغلت في كذا مكان، حالياً ما أشتغل، حالياً مركزة في الرياضة أكثر ومتطوعة. بشو متطوعة؟ تطوع في الهلال الأحمر، كوني أنا دائماً متطوعة في الهلال الأحمر. في برامج تكون موجودة في المتطوع معاهم، أدخل معاهم. وحياتي يومياً اللي الشيء الوحيد اللي أستمتع فيه، جزء كبير لا يتجزأ مني، هو الرياضة. فإذا تقولي لي إيش تسوين الصباح، إيش تسوين المساء، روتيني صار، جدولي سبورت، صار عندي لايف ستايل. طيب عفاف، شو الرسالة اللي ممكن تواجهيها للسيدات خاصة بمجتمعاتنا العربية اللي ممكن العادات والتقاليد إنها توقف بوجه تحقيق طموحهم، تحقيق أحلامهم؟ الرسالة الوحيدة اللي أقدر أواجهها للمرأة إنها تقدر تفتح لها باب. إذا كل باب، إذا عندك في حياتك كذا باب، باب الدراسة، باب الزواج، باب أهلك، لازم يكون عندها باب حالها هي وحدها، يعني شخصي، بيرسوناليتي مالها. يعني أنصحها إنها تدخل في الرياضة، أي رياضات من الرياضات القتالية، لأنها بتلاقي نفسها هناك وبيزيد فيها الثقة، بيعطيها الجراءة، وفعلاً الأنوثة ما راح تختفي في الرياضة هذه.
عفاف اكيد نحن هي الرساله بنحاول نوجهها من خلال المراه والرياضه، بانه الرياضه هي اسلوب لنمط حياه صحي سعيد بعيد عن المشاكل والضغوطات يلي بنواجهها بحياتنا. شكرا كثير لك عفاف، بتمنى لك التوفيق وبنشوفك بالمحافل الدوليه رافع علم قطر بالعالي يا رب. ان شاء الله، شكرا على استضافتكم ويعطيكم الف عافيه. مشاهدينا خليكم معنا، حلقتنا مستمرة ولكن بعد الفاصل. تتابعونا بعد الفاصل قصة نجاح بطلة العرب في الملاكمة الحرة لينا فياض. لا تعد الألعاب العنيفة حكراً على الرجال، فقد اخترقتها اللاعبة الأردنية لينا فياض بتتويجها بطلة للعالم في رياضة الملاكمة العربية التي تعد أحد أنواع الألعاب القتالية التي بدأت بالانتشار. اسمي لينا فياض، عمري 27 سنة، وأنا لاعبة MMA، متخصصة أكثر إشي بالكيك بوكس. بلشت عمري 12 سنة، بس بلشت تايكوندو وضليت فيها فترة كتير كبيرة زي 10 سنين، واخدت أسود 4 دان. بعدين قررت إنه جبالي أحاول على إشي أستعمل فيه إيدي ورجلي أكتر، ومن هناك بلشت مسيرتي بالكيك بوكس ورياضات MMA، الجوجيتسو والمصارعة. بلشت بالأول كيك بوكس، قعدت كم سنة، بعدين بلشت رياضة MMA تصير عنا بالبلد وتعرفت عليها وحبيتها كتير، وحبيت الجوجيتسو اللي فيها، حبيت المصارعة، فأخذت كل رياضة فيها للMMA، حاولت إني أتخصص فيها بشكل يعني شوي، وعشان أقدر أكون على الكيج لما ألعب إن شاء الله أكون كاملة، إنه عندي باك جراوند على كل رياضة عندي إياها. اعتمدت لينا فياض على نفسها وطورت من مهاراتها التي بدأتها برياضة تايكواندو، ثم أضافت الملاكمة والجوجيتسو والموي تاي والكيك بوكسينج. أنا بعرف إنه لينا بدها تكون فايتر، يعني تكون فايتر MMA، ساند، كيك بوكسينج، بس هي بدها تكون فايتر وأحسن فايتر بالشرق الأوسط. هي بلشت معي بالكيك فيت كلاس، هي كان كونديشنينج كلاس اونلي، وبعدين دخلت ماي تاي مع كوتش علي. النجمة لينا فياض استطاعت ان تحقق العديد على الرغم من قلة الفتيات الممارسات لرياضتي الملاكمة العربية او MMA، لتضطر للاحتكاك مع الرجال لتبقى على الساحة. هلا بالنسبة للمجتمع ممكن يكون في عندهم آراء مناقضة إنه كيف مرأة عم تلعب هذه اللعبة وهي لعبة مش إنه فيها أنوثة. يعني أنا بالنسبة لإلي ولرأيي كأني كلاعبة وكفايتر، بالنسبة إلي أنا ضد هذا الرأي، مش عشان إشي، عشان كل رياضة، ما يعني الرياضة مش لذكر أو لأنثى، هي لاثنين، وأنا بقدر أبدع فيها زي ما أي شاب تاني بقدر يبدع فيها. وبالعكس إذا يعني في مرأة بدها تلعب هذا الإشي، مش ضروري تنزل فايت، ممكن إنها تأخذ هذا الحكي لإلها، يعني يكون كدفاع عن نفسها إلها، ثقة بالنفس بيعطيها، نفسيتها بتكون ممتازة بعد الرياضة. تمر الأيام وتمضي لينا في تحقيق حلمها بالمشاركة في أهم البطولات العالمية دون أن تغفل دورها اتجاه بيتها وزوجها وعائلتها. مبدئيا زوجي كثير بشجعني على هاي الرياضه، وحتى اهل زوجي بشجعوني، حتى اجى حضر لي فايت، يعني اهل جوزي اجوا حضروا لي فايت قبل فتره وبالعكس كانوا مبسوطين. هذا الإشي ما بياثر على بيتي ولا على اي إشي ولا على علاقتي مع جوزي، بالعكس هو بيحمسني على هذا الحكي. في عندي وقت لكل إشي، رح يكون مقسم وقت لشغلي، وقت لتمريني، وقت لبطولاتي، ووقت لبيتي ولجوزي، فيعني ما هذا الإشي ما بيأثر ابدا، بالعكس.
حلقة هذا الأسبوع رح نحكي أكثر عن رياضة الملاكمة اللي سبق وحكينا عنها مع ضيفتنا عفاف ببداية الحلقة. عفاف كانت أيضاً رشحت لنا النادي اللي هي بتتمرن فيه وهو Time for Sport. نحن هلأ موجودين فيه ومعنا كوتش عبد الله أبلاغ. كوتش أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا وسهلا فيك كوتش. نبدأ بداية عن الملاكمة عفاف، قديش صار لها بتتمرن بهذا النادي وكيف اكتشفتوا موهبتها؟ أولاً مرحباً بكم في Time for Sport. أنا عفاف كيفاش تعرفت عليا، كان الكابتن تاع ناصر العسري المصر، ناصر العسري أنا كان صديقي، هو اللي أرسل لي هنا يعني لتكمل التدريب مع يعني شافت السمعة تاع واحد بطل وجات هنا لتكمل التدريب تاعه وتصير بطلة إن شاء الله، بطلة أولمبية. كوتش كيف يمكن أن تتدرب الفتيات تحديدا برياضة الملاكمة؟ أليست هي ذكورية قليلا؟ يعني من قدم زمان كانت رياضة الملاكمة يعني بدأت ذكورية، يعني الذكور هم اللي مارسوها، وفي الأوائل الأخيرة يعني بدأت يعني النساء يعني بدأت طفرة في النساء يعني اتجه للملاكمة، وكاين بطلات في الملاكمة في العالم كله وحتى في العالم العربي، يعني خصوصا الشمال الإفريقي يعني فيه بطلات يعني بمستوى جيد، وإن شاء الله يعني المستوى تاع عفاف تكون هنا يعني أول بطلة هنا إن شاء الله في قطر، وهذا هو الدور، هذا هو الدور تاعنا هنا في الأكاديمية. كوتش هل يختلف تدريب الفتيات عن تدريب الرجال؟ يعني اختلاف بسيط بصراحه، يعني خصوصا في الجولات ولا سميت يعني فيه اختلاف، يعني تدريب النساء ماشي تدريب الرجال، ولكن يعني في الحماس وفي كل شيء يعني نفس 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 كل شيء، فهمتي؟ نفس التكنيك، نفس كل شيء. ما هي اكثر الفوائد يلي ممكن نحصل عليها نحن السيدات من رياضه الملاكمه؟ يعني فوائد كثيره، خصوصا لو ما تلعبش الفايت ولا شيء، يعني خصوصا يعني تعطيك في جسمك، يعني تعطيك رشاقه في جسمك وتعطيك قوه شخصيه، يعني الملاكمه وتبعد منك الخوف، تبعد منك جميع الاشياء، وتعطيك يعني تلاقيك مع اناس يعني كويسين. هذه بخصوص الرياضه، يعني الملاكمه يعني شيء جميل. كوتش هل هناك مراحل للملاكمه المبتدئين المتمرسين اكثر؟ بطبيعة الحال هنا مراحل، يعني مني يجيك الشخص هنا يعني صغير هنا يعني ضروري يعني تتلقن دروس الملاكمة الأولى، يعني المبادئ الأولى، وبعدين بتدريجيا حتى يصير محترف، يعني ما تعطيش أشياء اللي يمل فيها ولا شيء، يعني تما تحبوا الملاكمة وتحبوا الرياضة من أول شيء باش يصير باش يستوعب هذيك الرياضة، خصوصا الملاكمة يعني خاصة تركيز، خاصة كل شيء، خاصة كثير يعني يركز كثير باش يصير محترف. الحين انا كمبتدئه وحابه اجرب رياضه الملاكمه معك، تسمح لي؟ مرحبا. اوكي ليتس دو ات. طبعا مشاهدينا قبل ما نبدا حابه اذكركم بانه فيكم تتابعوا كل شيء بخص الملاكمه بالنادي Time for Sport من خلال الروابط الظاهره امامكم على الشاشه. كوتش عبد الله، ما هي اساسيات الملاكمه اللي راح اتعلمها هلا منك؟ يعني الاساسيات الاولى يعني الوقفه، يعني كيفاش توقف في الملاكمه، كيفاش يعني تشوف الملاكم تاعك، كيفاش تشيل الضربات، يعني كيفاش تحرك على الحلبه، يعني في الحلبه كانك ترقص، يعني كما يعني الملاكم محمد علي رحمه الله كيفاش يعني كان فنان فوق الحلبه وضرباته كانت يعني سريعه، وهو كان يلعب في الوزن الثقيل وكانت ضرباته سريعه، هكذا نتعلم يعني اول يعني تمرين عندك تشوفوا كيفاش نوقف، كيفاش نضرب الضربات، الجاب كروز الهوك ابركيد، كيفاش اشوف الضربات، كيفاش اشيل الضربات، بس هذه المبادئ الاولى، وبعدين نتعلم حركات اخرى، سكيف كيفاش اشيل ضرب، سكيف روميز كيف روتاتيف، هكذا باش ابدا. وشو بلبس لحتى اقدر احمي حالي ودافع عن نفسي؟ يعني عندي يعني الملاكمه عندها قوانين تبعها، يعني لازم يعني وقي الاسنان، وقي الخصيه، وقي الراس في الهوات، اما في الاحتراف ما فيش وقي. والقفاز البوند ضروري، البوند يعني الضماده تاع الايدي والجلوفز. اوكي يلا ليتس ستارت. اوكي مرحبا نبدا. Thank you.
أفادت الدراسة أن ممارسة الرياضة مع تعاطي المنشطات أضرت الأداء الرياضي بدلاً من تحسينه، ولفتت إلى أن قدرات الإنسان الطبيعية تتفوق على أداء الرياضيين الذين يتناولون المنشطات في بعض الألعاب الرياضية. بتلعبي رياضة؟ حالياً لا، ما بلعب رياضة. لسه من ولاد جديد، فإن شاء الله الشهر الجاي بدي أكمل. شو نوعاً ما بتلعب؟ يعني بالنسبة للتمارين الصباحية، يعني قدر الإمكان على حسب ضغط العمل بس بيكون هذا الموضوع. يعني ما بتحافظ على سيستم أو وقت معين للرياضة؟ لا، في يومين بالأسبوع أكيد بالجيم أكيد لازم يكون. تلعبي رياضة بشكل عام؟ ايه احيانا، يعني حسب الوقت، يعني مرات بيكون الشغل بتعرفي بياخد اكتر شيء من وقت الواحد فما بيكون عنده وقت، بس وقت الفضاء ايه. وين بتلعبي رياضة؟ هل بتروحي على جيمز ولا لا؟ بالايام اللي بيكون فيها الطقس حلو بنطلع برا، هيك بنروح على البارك او شيء، بس بالايام لا، اللي بيكون فيها الجو شوي شوب لا، بنفضل انه بالجيم. بتلعبي رياضة؟ هلا ما بلعب رياضة لاني انا حامل وعندي شغل وشوي وقتي ضيق. قد ايش صار لك مبلش بالنظام الرياضي؟ صراحة نحن ما في فترة معينة، هي متقطعة ضغط الشغل، حسب ضغط الشغل. عندنا شغل ما فينا نلعب رياضة، بس إذا وقت يكون في وقت فراغ أكيد نتجه فورا على الرياضة أكيد. Do you do sports? No. Why don't you do sports? Usually because I don't like, but here in Qatar we don't have a family and I have kids in the school. I'm lazy. I don't. Sometimes I run only. تلعب رياضة؟ يعني. يعني لا. يعني لا. ليش ما بتلعب رياضة؟ والله المشكلة يعني ما راح نقول والله ضغط العمل، ما ضغط العمل، الكسل. بكل صراحة. انت بتلعبي رياضة؟ ايه العب في المدرسة. تلعبي في المدرسة، تحبي رياضة؟ ايه. شو بتلعبي رياضة؟ باسكتبول، فوتبول، تنس، يعني. ما بتشجعي ابوكي انه يلعب رياضة؟ لا احيانا. بتلعبي رياضة؟ بلعب كرة سلة. حلو، بتلعبي كرة سلة من زمان؟ من عمري صغير. ايه. طيب برأيك كيف فادتك كرة السلة او الرياضة بشكل؟ بشكل عام الرياضة تعتبر احدى مضادات الاكتئاب الطبيعية، للصحة النفسية بالنسبة للرياضة يعني إحدى الدعامات اللي بلجأ لها لما أحس إنه كتير متوترة أو زعلانة أو هيك، يعني فضي فيها طاقتي وبحبها. I enjoy it. إلى هنا مشاهدينا نصل لختام حلقتنا لهذا الأسبوع، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم. يمكنكم دوما التواصل معنا عبر الروابط الظاهرة أمامكم على الشاشة، كما يمكنكم متابعة ما فاتكم من الحلقة عبر الرابط شوف.net. نلتقي في الأسبوع القادم وحلقة جديدة. إلى اللقاء.